بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكاف مزيده ويبلغ رضاه، وصلاه وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استكمالا لدرس الاسلوب اللغوي اسلوب التوكيد. اسلوب التوكيد هو احد اساليب اللغه العربيه، غرضه ترسيخ المعنى وتقويته، في نفس السامع او القارئ. من أحد طبائقه وأنواعه التأكيد بكل وعين ونفس. هل كل وعين ونفس تأتي في أي جملة تعد أسلوبا من أساليب التوكيد؟ لا، لابد لها من شروط. أن تتصل ألفاظ أسلوب التوكيد كل وعين ونفس بالضمير العائد على المؤكد، يعني مثلا كله الهاء مثلا عائدة على المدير أو على المعلم أو على الفلاح أو على الطبيب، عينه على الأمير أو الوزير أو الملك، نفسه على الطالب أو اللاعب، أو الطفل أو الصبي أو الشيخ أو المسن. يبقى شرط أساسي أن تتصل بالضمير. قد يكون على المفرد مثل كله وعينه ونفسه، قد يدل على جمع المذكر السالم مثل كلهم عينهم نفسهم، أو قد يدل على جمع المؤنث السالم كلهن عينهن نفسهن. يبقى هنا شرط أساسي، أن تتصل بضمير عائد على المؤكد، أن يكون الغرض منها توكيد المعنى، توكيد اللفظ الذي الذي تسبقها يدل على التأكيد الذي من غرضه ترسيخ المعنى. احيانا قد تاتي العين بمعنى العضو نفسه، يعني مثلا قد يكون اشتكى الطالب من عينه. عيني هنا تتبع اسلوب التاكيد؟ لا، لان العين هنا المقصود به العضو، الذي يبصر به الانسان، ولم تؤكد لفظ قبلها. عاتب المؤمن نفسه، هل النفس هنا تؤكد لفظ المؤمن؟ لا، نفس هنا هي احد اركان جسم الانسان، النفس ليست هنا من ضمن اساليب التاكيد، لانها جزء من الانسان. عين قد تاتي جزء من انسان، ان جاءت جزء من انسان او عضو من اعضاء الانسان فهي لا تدل على التوكيد. كذلك النفس، اذا الغرض الاساسي من اسلوب التوكيد هو ترسيخ المعنى وتقويته، وشرط اساسي ان تاتي متصله، هذه الالفاظ متصله بضمير يعود على المؤكد قبلها، وأن تدل على تأكيد المؤكد قبلها، وألا تكون جزء من المؤكد، كأن تكون عضو كعين أو إيه أو نفس. ننظر هنا إلى هذه الأمثلة. أجاب الطالب عن السؤال، أكمل بأحد ألفاظ التوكيد الثلاثة، كل أو عين أو نفسه. قد تكون عينه، صح، أو نفسه. أجاب الطالب عن السؤال عينه، الهاء هنا عائدة على المؤكد السؤال، أو نفسه. هنا جاءت فيها الشرطان، الشرط الأول أن تكون متصلة بضمير، وهو هنا العين. عين الضمير هنا الهاء، أو نفسه الضمير هنا الهاء. عينه نفسه. العين ونفسه هل هي جزء لا يتجزأ من المؤكد؟ لا، بل هي جاءت كي تؤكد ان الطالب اجاب عن هذا السؤال نفسه، عينه جاءت لتاكيد المعنى. القيت المشيد نقط في الاذاعه المدرسيه. القيت النشيد قد تكون مثلا كله في الاذاعه المدرسيه، كله هنا تفيد عموم التاكيد وشمول التاكيد. جاء هنا الضمير الذي يعود على النشيد، الضمير العائد على هذا هو الشرط الاول، وجاءت هنا لتاكيد اللفظ قبلها. تلك الفتاه فائزه في المسابقه، نريد لفظه تؤكد الفتاه. تلك الفتاه عينها او نفسها، الهاء هنا عائدة على الفتاة، نفسها عائدة على الفتاة، واللفظتين سواء كانت عينها
أو نفسها جاءت لتأكيد المعنى وترسيخ المعنى، عائدة عن على المؤكد وهو الفتاة، والهاء الهاء ملازمة أو مناسبة للاسم المؤنث، والهاء هاء مناسبة للمؤنث، وهو عينه نفسه مناسبة للاسم الايه المذكر اللي هو الايه السؤال. نأتي إلى المثال الثالث. نأتي إلى المثال التالي. أعيد كتابة العبارتين الآتيتين في المكان المخصص معبراً عنها بأسلوب التوكيد نفس أو عين. افتتح المدير داراً جديدة لرعاية الأيتام. أريد أن أؤكد أن المدير هو نفسه الذي افتتح داراً جديدة لرعاية الأيتام. ماذا أقول؟ نقول افتتح المدير عينه أو نفسه دارا للأيتام. طب المثال الثاني، الطبيب يفحص المرضى. يعني نأتي هنا بأسلوب مؤكد كي نقوي معنى ونرسخ معنى أن الطبيب بذاته يقوم بفحص المرضى. نقول الطبيب عينه يفحص المرضى. إذا الألفاظ هنا التي دلت على التأكيد نفسه عينه. الشرط هنا أن الهاء عائدة على المؤكد وهو المدير. الهاء هنا عائدة على المؤكد وهو الطبيب. وجاءت هنا لتأكيد المعنى. النفس ليست جزءا من المؤكد، والعين ليست جزءا من المؤكد وجزء من المؤكد.